زين، واشوف شلون يعرف، ها يعرف اسرار الزياره، فقه الزياره. اغتسل في الفرات، بعد ما اغتسل ها قال نثر عليه شيء من السعد والطيب، قال لعطيه العوفي خذني الى القبر، اذا اوصلتني الى القبر المسني، خلني المس التراب. عند بصيره، غاب البصر بس عند شنو؟ بصيره عن الف بصير. وإذا بجابر لا يرفع رجلا ولا يضع أخرى، حتى يعرفون دول شلون ها يروحون عند الإمام الحسين كيف يصنعون. فجعلوا يقدسون تقديس، تهليل، تكبير، تسبيح. يقول ما يرفع رجل إلا وحاله هكذا، حتى وصل إلى القبر. نادى لما ألمسه القبر، شم التراب، صرخ جابر يا حسين يا حسين يا حسين. أخشي على جابر بعد أن ردد الاسم الكريم ثلاث مرات، أصابته الغشوة، رشوا الماء عليه، أفاق جابر، قال أحبيب لا يجيب حبيبه، وأنى لك الجواب وقد فرق بين بدنك ورأسك، وشخبت أوداجك على أثباجك. إلى أن أكمل كلامه، أنا غرضي أن جابر أغشي عليه على قبر الحسين. إذن ما هو حال من جاء زائرا من أخوات الحسين؟ زينب وأخوات زينب وبنات الحسين. إذا جابر الرجل العظيم الصبور أغشي عليه عند قبر الحسين، ماذا كان حال بنات الرسالة؟ قال السيد هاشم الصياح: زينب وأخوات زينب رمت بنفسها من على الناقة إلى الأرض، يعني من مرتفع على الأرض، رمينا بالنفس من فوق النياق إلى تلك القبور بصوت هائل ذعر. من شافت بنات الحسين وأيتام الحسين المرأة الوقورة الجليلة سيدتنا زينب، وفي سن متقدم، ابنة 50 سنة أقل بقليل، رمت بنفسها على القبر. هم أيضا رموا بنفوسهم، بأبدانهم النحيلة الضعيفة، على قبر المولى أبي عبد الله. قولوا لحادين يمر بالغاضريان، سلم على الوالي وننصب لعز. قولوا لحادين يمر بينا على حسين، نبغي نزوره ونشوفه اندفن وين، وانظر تكفل لو بقى من غير تكفين، واسكن مع ولاريدها الدنيا الدني. صاح العليل مدمع بالخد مذرويف، اصنع معانا اليوم يا نعمان معروف، عرج بعماتي وخواتي برض الطفوف. قال له فلا عصي لك أمور يا ابن الشوفي، عرج على قبر الشهيد وزاد الانيا، والعابد السجاد من فوق الجمل طار. زينب تنادي أهوى عزين قضى ورا،
قصدة القبر حسين بالعيلة سوية يا ويلي جعلت تنادي جينا جينا يا وعلى قبرك قادنا نخناياك يا عزنا وعمدنا هاي المحامل قوم ردنا اي هاي المحامل قوم ردنا لأرض المدينة وطن جدنا يا ما هي مناسبة الغربة تردنا حتى أخشي على سيدتنا زينب رش الماء عليها أفاقت جعلت تناجي أخاها قالت يا أبا عبد الله هذه حريمك وهذه عيالك وهذه أيتامك قم واستقبلها فقد جاءت من الشام فاسألها ما الذي جرى عليها وانظر إلى عيالك التي كانت أمانة عندي يا أبا عبد الله فقد رددتها إليك يا ويلي فاقت فاقت ندهت هذه عيالك محد بالعدد منهم حجالك فاقت ندهة هذه عيالك الخلفتها عندي مع أطفالك محد بالعدد منهم حجالك ويسر الشام ما جدتك أخباره بماذا أجابها على لسان حال هذا الشاعر بماذا أجاب الحسين زينب سمعت صياتي يندب طفلتي وين اليتيمة ليش ما هي ويا النساوي تقولين يا زينب جاءت العيال تامة كاملة هناك طفلة فقيدة هناك طفلة ليست ماليتا سمعت صايات يندب طفلتي وين رقية ليش ما هي ويا النساوين تقل ماتت فاطمة بالشام يا حسين شافت راسك امصابة ومصارة يا ويلي يا ويلي يا ويلي صدت نادت قوم دليني يا سجاسم وخوت وين مدفنهم الأولايا وظنوة عقيل وجعفري الضفرين لم جاء قالها بقبر كلها السناء آل الهاشم وام علي الأكبر دفنت يم أبونا شفت وشعبني وقليت لازم تفردونا وأولادي عبد الله ابن جعفر يا حزينة كلها بقبور وما الرضيع بصدر بي فجعلت تلتفت يمينا ويسارا علم مولانا زين العابدين أن زينب تبحث عن قبر قمر العشيرة فدلها على قبر أبي الفضل العباس فنادت على النساء وقمنا إلى قبر كافلهن أبي الفضل العباس زينب زينب والحرم كلهن تعنن الشاطل عالقمي وعن نهر قعدان صارا يمن صارا ونت الثكلة يونيان
وحمام الدوح من عدهن تعلب. صدت نادى ايات والدمع يجري بالخدود، تقعد يا خويا وشوف اش حال الزنود، بقت لليوم منها ينضح الدم وومت على اخوها ابو فضيل تنادي. تقعد يمين قطع على جود ايادي، اش يا ما ترضى يا خو ينشوف وادي، يا كرام ما تاخذكم الغيرة علي يا نازلين بكربلا، هل عندكم خبر بقتلانا وما أعلامها؟ ما حال جثتي ميت في أرضكم بقيت ثلاثا لا يزار مقامها؟ يا الله وفقنا لمراضيك، جنبنا معاصيك، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخشاك، امنعي للظلمة أن تصل إلينا.